السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم جوج بارتي دو من سلسلة شروحات الدرس ديال لي مارشي الخاص بالميكرو ايكونومي ديال السمستر دو. نكملوا ليكسبليكاسيون ديال المارشي دي كونكيرونس بير بارفيس. اللي في الفيديو الماضي شفنا لي زيبوتيز ولي برانسيب باش ولي كونديسيون باش يكون عندي واحد المارشي، واحد لا كونكيرونس بير بارفيت واحد المارشي. اليوم ان شاء الله عمدوا بلي زيكزيرسيس، لان هاد البارتي ديال الكور، هاد الدرس ديال لي مارشي راه غير التمارين وصافي باش تفهموا الكور، لان الكور غير داكشي اللي ديجا شفتو، لي كو مارجينال، لي كو لوفر اكسيتيرا. دونك غنشوفوا هنا واحد اكزيرسيس نيميرو 1، غنبقى نخدموا ديما فيه غير التمارين. شوفوا جميع الحالات اللي كاينه في الدرس في التمارين. دونك عمدوا نخدموا بواحد التمرين رقم 1 اكزيرسيس نيميرو 1. عندنا 50 entreprises concourent à la production d'un bien X. Leurs fonctions de coût sont identiques. Le coût total, c'est facile à juger, qui est 2 زائد 10 كي زائد 20. Donc, عندنا 50 entreprises. واحد لو مارشي فيه 50 entreprises. هاد 50 entreprises كينتجو نفس لو بيان. واحد لو بيان X. La fonction de coût. عندهم نفس لي فونكسيون دو كو، يعني كل انتربريز عندها نفس الفونكسيون دو كو توتال، اللي هي صفر فاصلة جوج كو، 2 زائد 10 كي زائد 20. La demande de bien X, la demande du consommateur, la demande du bien est notée HD, كتساوي ناقص 100 P, ناقص 100 P, P هو le prix زائد 3250. Question 1, déterminer la fonction de l'offre de chaque entreprise et c'est l'offre globale. Question 2, calculer le prix et la quantité d'équilibre. السؤال الأول قال لنا فيه أن نحدو l'offre individuelle, يعني كل entreprise ou l'offre ديالها, ou après نحدد l'offre globale ديال 50 entreprise. دونك عمدو على بركة الله الجواب على هاد التمرين هذا. نبداو بالسؤال الأول. السؤال الأول قال لي حدد لوفر انديفيديال، لوفر انديفيديال كنرمزو ليه بكي اي هكا، كي لي اي انديفيديال. بالنسبة لا فونكسيون دوفر كيفاش كتحدد، توجور كنبداو بالكونديسيون دو ماكسيميزاسيون دو بروفي، اللي هو البري خاصو يساوي الكو مارجينال. هذا هو الكونديسيون دو ماكسيميزاسيون دو بروفي بالنسبه لي زونتربريز في الكونكورونس بير بارفيت. دونك هادي امبليك اش ان البري خاص يساوي الكو مارجينال. دونك نحسبوا الكو مارجينال. الكو مارجينال شنو هو؟ هو الاشتقاق ديال الكو توتال، كنشتق الكو توتال بارابور كونتيتي، كنشتقو غير كي جوج مضروب صفر فاصلة جوج، دونك هي صفر فاصلة ربعة، دونك هي صفر فاصلة ربعة كي، لأن كي أس اتنين، اتنين ناقص واحد. الاشتقاق ديال عشرة كي هو عشرة، والاشتقاق ديال عشرين زيرو. دونك نكملو. دونك حنايا جبنا هذا، دابا بغينا حنا نجبدو لوفخ، لوفخ هو هاد كي. دونك يعني شنو؟ يعني أن صفر فاصلة ربعة كي أس كتساوي دابا هاد عشرة عندي عند بي، أتولي بي ناقص عشرة، هادي تتكافئ اش. دونك غنقسم كلشي على صفر فاصلة ربعة، يعني أن كي هذا هو لوفخ انديفيديال. اش كيساوي؟ كيساوي بي ناقص عشرة على صفر فاصلة ربعة. دونك عن هذا غنفرق هاد المقام عليهم بجوج. دونك يعني أن كي كيساوي بي مقسومة على صفر فاصلة ربعة ناقص عشرة على صفر فاصلة ربعة. دونك دابا نحسبو، نديرو غير كالكيل باش نحسبو، خيت خصني ما نخليش بحال هكا كسر هذا. دونك هنا عندنا واحد، واحد مقسوم على صفر فاصلة ربعة، واحد مقسوم على صفر فاصلة ربعة هي جوج فاصلة خمسة. دونك غتخرج ليا جوج فاصلة خمسة بي، جوج فاصلة خمسة فوين، غتخرج ليا جوج فاصلة خمسة بي. عشرة مقسوم على صفر فاصلة ربعة هي خمسة وعشرين. دونك هادي هي لا فونكسيون، لا فونكسيون دو لوفر انديفيديال. دونك هنا شنو جرى؟ انا هادي راه واحد على صفر فاصلة ربعة مضروب بي، دونك قسمت واحد على صفر فاصلة ربعة خرجت لي جوج فاصلة خمسة، وعشرة على صفر فاصلة ربعة هي خمسة وعشرين. دونك لوفر انديفيديال هو جوج فاصلة خمسة بي ناقص خمسة وعشرين. دابا نحسبو لوفر جلوبال. لوفر جلوبال كيفاش كيتحسب؟
لوف جلوبال نرمزو ليه بكي جلوبال، لوف جلوبال، لوف جلوبال جي كيلي جي هو لوفر الانديفيديال مضروب في النومبر دي زونتربريز. هنا عندنا من انتربريز عندنا 50، دونك 50 غنضربها في كيلي اي في لوفر انديفيديال. دونك على حسب النومبر دي زونتربريز اللي عطاك لوفر جلوبال دي مارشي هو شحال عدد لونتربريز اللي عطاك كضربو في لوفر انديفيديال. دونك ابخي كنحسبو يعني ان 50 مضروبه جوج فاصله 5 بي ناقص 25. دونك لوفر لوفر جلوبال لوفر جلوبال اش كيساوي؟ دابا نحسبو 50 مضروبه بجوج فاصله 5 هي 125. دونك 125 بي، و 50 مضروبه في ناقص 25 هي ناقص 1250. دونك هذا هو لوفر جلوبال دي مارشي. لوفر انديفيديال ديال شاك انتربريز هو كيلي اي كتساوي 2.5 بي ناقص 25، و لوفر جلوبال ديال تو لي زونتربريز في لو مارشي هو 125 بي ناقص 1250. دونك جاوبنا على هذه الكيستيون نيميرو 1. دابا ننتقلوا للكيستيون نيميرو 2. كيستيون نيميرو 2 قالوا لنا حدوا لي بري ديكيليبر ولا كونتيتي ديكيليبر. دونك باش نجاوب على هذه الاسئله ديما، شنو هو الكونديسيون ديكيليبر؟ الكونديسيون ديكيليبر بالنسبه لواحد لو مارشي هو خاص لا دوموند، لا دوموند جلوبال. ها هو لا دوموند جلوبال عطاوها لينا دي خاصها تساوي لوفر جلوبال، يعني خاص لوفر جلوبال يعني خاصها تساوي هاد كي جي اللي حددناها. و ابخي كنلقاو الكيليبر. يعني شنو هو دي؟ لا دوموند جلوبال عطاوه لينا هو ناقص 100، لا دوموند جلوبال ناقص 100 بي زائد 3250. بالنسبه لوفر جلوبال راه حددنا حنايا اللي هو 125 بي ناقص 1250. دونك الهدف ديالنا هو البري ديكيليبر. البري ديكيليبر هو هاد بي هذا. دونك غنديروا داكشي بسيط، نجبدوا غير هاد بي هذا. دونك شنو غنديروا؟ هادي عندو عند هادي وهادي نديروها، يعني نديرو 3250 عندو ليها هاد ناقص 1250 ليها تقلب الإشارة ديالها تولي موجبة. دونك زائد 1250 تغير الإشارة ديالها تولي موجبة، و 125 بي عندي لها هذا إلى هذه إشارة سالبة تمثل ليها تولي موجبة تولي 100 بي. اون دونك ندير الجمع 3250 زائد 1250 هي 4500. 125 بي زائد 100 بي هي 225 بي. دونك حنا كنقلبوا على لي بري ديكيليبر. دونك لو بي ايطوال بري ديكيليبر اش كيساوي؟ هو 4500 مقسوم على 225. دونك بري ديكيليبر حسبوا هادي غيخرج لينا كيساوي 20. البري ديكيليبر هو 20، هذا هو البري ديكيليبر بالنسبه لهذا لو مارشي اللي كيكون فيه ليغاليتي اونتر لوفر اي لا دوموند. ابخي نجبدوا لا كونتيتي ديكيليبر. لا كونتيتي ديكيليبر اللي عجبكم تعوضوا، اما تعوضوا لا كونتيتي هاد البري اللي خرج لكم في لوفر جلوبال وتلقاه، ولا تعوضوا في لا دوموند جلوبال، ولا تعوضوا هاد بي في لا دوموند اللي عجبكم. المهم حنا نعوضوا في لوفر جلوبال باش نجبدوا لا كونتيتي. دونك هاد كي كونتيتي ايطوال يعني كونتيتي ديكيليبر، دونك نعوضوها في لوفر جلوبال اللي هو 125 بي ناقص 1250. دونك 125 نعوضوا بي بداكشي اللي خرج لنا، بي خرجت لنا 20، كنعوضوا هاد بي هنا باش نجبدوا هاد لا كونتيتي ناقص 1250. دونك الى حسبنا قلقوا لا كونتيتي ديكيليبر كتساوي لينا 1250.
و 250. دونك ها حددنا البري ديكيليبر، حددنا لا كونتيتي ديكيليبر. نتمنى انكم فهمتوا هذه الاكسبليكاسيون هذه. ان شاء الله غنزيد دوطخو اكزيرسيس اللي نشرح فيهم جميع الحوايج اللي كاينين في هذا الكور هذا، سواء في لي كونكورونس بير بارفيت ولا لو مونوبول، لجميع انواع ديال لي مارشي غنديروهم ان شاء الله. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.